اخترق الجيش السوري الإلكتروني الموالي لنظام الأسد صفحة وكالة أسوشيتد بريس على موقع تويتر، ونشر تغريدة عن وقوع انفجار في البيت الأبيض وإصابة الرئيس باراك أوباما بجروح. أسوشيتد بريس كانت قد نفت الخبر وأكدت أن موقعها تعرض لهجوم إلكتروني. يقول أحد المشاركين في هذا الهجوم: الذي سمعناه اليوم إنما هو رد على ما يصدر، على ما يصدره الإعلام الغربي المعارض والمعادي لسوريا ولشعب سوريا من كذب ونفاق. التغريدة كانت قد تسببت في هبوط حاد لمؤشري ستاندرد أند بورز وداو جونز الصناعي لأسهم الشركة الأمريكية. مسؤول في سوق الأوراق المالية والبورصة يقول: يجب النظر إلى ما حدث بطريقة خاصة، ويجب أن نكون واثقين دائما من أن المستثمرين لن يصابوا بأي أذى. يشار إلى أن الجيش السوري الإلكتروني كان قد أعلن في وقت سابق عن اختراقه لموقع جامعة هارفارد.